أخبار اليوم. بشمهندس محمد موسى رئيس حي العمرانية. أول حاجة عملناها أول ما حصلت الحادثة نحن ابتدينا نخلي العمارة والعمارات المجاورة ليها أمانا لروح المواطنين، لأن أنا يهمني أهم حاجة روح المواطن. فالحمد لله كان عندنا شقة كانت معطلانة شوية عن الشغل في الفترة اللي عدت، كان صاحبها مهاجر في أمريكا واتصل بقريب هنا في مصر، وهم جم امبارح بفضل الله وفضينا العقار خلاص الحمد لله، وأصبح العقار جاهز للإزالة. طبعا الإزالة بتتم بخطوات بحيث إن هي ما تأثرش على العقارات المجاورة، خطوات طبعا فنية معينة بيقوم بها المقاول. أول حاجة بيخف الحمل عن العقار عشان بعد كده لما نيجي نبتدي نتعامل مع العقار يبقى فيه ناحية من الأمان شوية في الهدم إن شاء الله، وإحنا نتعامل مع العقار هدم حتى سطح الأرض إن شاء الله للخطورة. طبعا بعد معاينة لجنة جت من الجامعة، لجنتين أنا مش عايز أقول لك كمان، لجنتين بفضل الله سبحانه وتعالى جم وعينوا وإدوا قرار لابد من إزالة العقار، لأن العقار تصدع تقريبا بالكامل في الحاجات الأساسية اللي شايلها، فعشان كده احنا هنزيله إن شاء الله. كان في غاز طبعا وفي كل المرافق، وطبعا تم فصل الغاز وتم فصل الكهرباء والمية وكل الحاجات المرافق اللي فيه كلها تم فصلها، وحتى شركة الكهرباء كانت رفعت العدادات الموجودة في الشقق، فأصبح العقار جاهز دلوقتي للهدم زي ما انت شايف كده. طبعا طبعا ما احنا قاعدين ليه في الموقع عشان ما يبقاش فيه سرعه في الازاله، والسرعه طبعا بتسبب مشاكل، فاحنا بنتعامل مع العقار بالاسلوب الفني المناسب لوضع العقار في وسط الاهالي بحيث ما يحصلش اي اصابات ما يحصلش اي مشاكل. لا احنا طالما شغال بطريقه امنه هياخد وقت شويه، لاني انا ما اقدرش ادخل معده تقيله في عقار زي ده، لازم اتعامل معاه بهدوء لان حوالينا ناس وعليه بيوت مش عاوز اثر عليها، حتى لو هي خالية مش عاوز أؤثر عليها.